حياكم الله مستمعينا الكرام، هذه عودة لكم من جديد برنامج مساء الدوحة. مستمعينا، عقدت كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة جلسة تعريفية عن الدراسات العليا للطلاب الراغبين في الالتحاق والمهتمين بالدراسة بالكلية، حيث تم تقديم عرضا ثريا للمشاركين أعطوا خلاله لمحة عامة عن برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه متعددة التخصصات والقائمة على البحوث المكثفة التي تقدمها الكلية، والتي تملك أيضا أوسع مجموعة برامج في جامعة حمد بن خليفة. وتم تنظيم الجلسة لمساعدة الطلاب على إلقاء نظرة شاملة ومباشرة حول كيفية تطوير معرفتهم وخبراتهم الأساسية في المجالات ذات الطلب المرتفع مثل تكنولوجيا المعلومات والحوسبة والإدارة الهندسية وعلوم القرار والتنمية المستدامة في كلية العلوم والهندسة. وسلط أعضاء هيئة التدريس الضوء على الفرص الفريدة للانخراط في البحوث العلمية المتطورة، حيث توفر جميع برامج الكلية اتجاهات تخصصية وتتضمن التعاون مع معاهد البحوث الرائدة في جامعة حمد بن خليفة. واختتمت الجلسة بتقديم أعضاء فريق القبول في جامعة حمد بن خليفة تفاصيل عن متطلبات ومعايير التقديم، علماً أن الموعد النهائي للمواطنين القطريين والمقيمين الذين يرغبون في التقدم إلى برامج جامعة حمد بن خليفة هو 15 مارس 2021. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع مستمعينا الكرام، نرحب معنا عبر الهاتف بالدكتور محمد عبدالله، أستاذ مشارك في كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة. مساء الخير دكتور محمد. مساء النور. شكرا على استضافتي في هذا البرنامج. العفو يا دكتور، هذا واجبنا. دكتور محمد، بداية لو تحدثنا عن هذه الجلسة التعريفية، ما حدث فيها وما أهدافها؟ نعم، في الجلسة التعريفية قمنا يعني بعرض البرامج اللي بتقدمها جامعة حمد بن خليفة، فالعميد الكلية قام بعرض يعني مبسط لكل البرامج، ثم قام رئيس قسم كل برنامج رئيس القسم بعرض البرامج المختصة به. احنا عندنا في الجامعة في كلية العلوم والهندسة زي ما تفضلتوا في 3 أقسام: قسم الإدارة الهندسية وعلوم القرار، وقسم التنمية المستدامة، وقسم تكنولوجيا المعلومات والحوسبة. واحنا بنقدم خلال الـ3 أقسام دول 13 برنامج ما بين بكالوريوس وماجستير ودكتوراه. فعلى سبيل المثال قسم تكنولوجيا المعلومات والحوسبة، في قسم الماجستير في علوم البيانات، في علوم البيانات قسم الماجستير في الأمن السيبراني، قسم الماجستير في تحليل البيانات في الإدارة الصحية، نظم المعلومات في الإدارة الصحية، ويوجد كمان برنامج بكالوريوس في هندسة الحاسوب ودكتوراه في علوم الحاسب. وبالنسبة لقسم التنمية المستدامة في عندنا 2 ماجستير في البيئة المستدامة والطاقة المستدامة، وكمان 2 برامج دكتوراه في البيئة المستدامة والطاقة المستدامة. وأخيرا قسم الإدارة الهندسية وعلوم القرار بنقدم برضو 2 برامج، في 1 ماجستير ودكتوراه في إدارة اللوجستيات والتوريد. وأخيرا في قسم ماجستير العلوم في إدارة الأنشطة الرياضية والفعاليات. ووضحنا كمان المشاريع البحثية اللي بتقوم بها الكلية بالتعاون مع زي ما تفضلت مع المراكز البحثية جوه جامعة حمد بن خليفة، بالإضافة إلى الهيئات الحكومية والصناعة في دولة قطر. فجامعة حمد بن خليفة يعني الحمد لله في الفترة الأخيرة آخر 5 سنوات من إنشائها، يعني بالذات كلية العلوم والهندسة، عندنا شراكات كتيرة جدا مع مختلف الهيئات الحكومية. في مثلا في التكنولوجيا معلومات والحوسبة، في مجال الصحة عندنا تعاون كتير جدا مع جامعة، مع مستشفى حمد، مع وزارة الصحة، مع مركز مدى، مع وزارة المواصلات، مع شركة أوريدو. وبالنسبة مثلا للقسم التنمية المستدامة عندنا شراكات مع كهرباء ومع شركات الغاز والبترول زي راس قايس وقطر الجاز، وبرضه في قسم الإدارة الهندسية وعلوم القرار برضه مع شركة ملاحة، وكل المرتبطة بسلاسل التوريد. فدي
نبدا عن برامج وما تم تقديمه للطلبه. واخيرا زي ما تفضلتوا عرضنا لهم ايه هي معايير القبول للجامعه. ان شاء الله بنتكلم في معايير القبول دكتور، ما اقطع عليك الا بالخير ان شاء الله. اكيد احنا بنسترسل اكثر في هذه الامور. ذكرت مجموعه من البرامج، برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه اللي تقدمها كليه العلوم والهندسه بجامعه حمد بن خليفه، يعني واللي يسمع هذه البرامج كلها مواكبه لي ان شاء الله متطلبات سوق العمل الحالي. لو نتكلم الآن عن الوظائف المهنية المختلفة وفرص العمل التي تنتظر الخريجين في سوق العمل طبقا للتخصصات اللي تم ذكرها. تمام. الحمد لله احنا عندنا خريجين كتير دلوقتي الحمد لله، وكلهم تم حقيقة يعني معظمهم وجدوا وظائف خلال في دولة قطر في مجالات كتيرة جدا، يعني في الوزارات وفي الكهرباء وفي وزارة المواصلات. تم في خريجين كتير من جامعة حمد بن خليفة، حتى في قطاع الصناعة برضو كتير منهم الحمد لله مثلا وظائف في قطاع تكنولوجيا المعلومات. زي ما انتم عارفين تكنولوجيا المعلومات دلوقتي من القطاعات اللي عليها طلب كتير جدا. صحيح. فالحمد لله طلابنا بيقدروا ان هم يلاقوا فرص شغل في هذه الاماكن. وكمان لو هو حابب يرضوا يشتغل في مراكز بحثية خلال جامعة حمد بن خليفة أو في أماكن أخرى في الدولة برضو بيبقى الوظائف كتيرة موجودة إن شاء الله. ممتاز. لأن إحنا معظم مشاريعنا بتبقى مرتبطة بشركات مع هذه، يعني الطالب لما بيجي يعمل ماجستير أو دكتوراه مشروع البحث بتاعه بيبقى في أغلب الوقت بيكون مرتبط بمشروع بحثي مرتبط مع حاجة من الهيئات الموجودة جوه دولة قطر. فإحنا مشاريع البحثية دايما بتتميز انها بنحاول نخليها على مستوى مرموق عالمي، وفي نفس الوقت تكون بتحل مشكله واقعيه داخل دوله قطر وتنمي دوله قطر. فهو الطالب من ساعه دخول الماجستير والدكتوراه بيبقى مرتبط بمشروع مع هيئه معينه او مع صناعه معينه، فده بيهيئ له فرصه اكبر كتير ان هو ممكن يلاقي شغل في هذا المجال ان شاء الله. ممتاز، كلام جميل دكتور محمد، ولكن ما هي اهم الشروط والمتطلبات للالتحاق بهذه البرامج وكيفيه التسجيل فيها؟ نعم. هو الشروط طبعا بتختلف من برنامج لبرنامج. لو مثلا عامه بالنسبه مثلا لبرنامج الماجستير الطالب لازم يكون واخد معدل تراكمي على الاقل 3 من 4، ويكون عنده مقدره على التحدث والكتابه باللغه الانجليزيه، ودي اما يثبت عن طريق ان هو بيعمل امتحان التويفل او الايلتس، او ان هو يكون يثبت ان هو درس فتره معينه باللغه الانجليزيه في الفتره الدراسيه السابقه. بالنسبه برضو للدكتوراه بيبقى مطلوب منه نفس الشيء، يمكن مطلوب منه برضو اكتر ان هو يكون مثلا يقدم بحث شويه يقدر يعني يوضح لنا هو ايه مهاراته البحثيه عشان يقدر يعني يرتبط او يلتحق بالدكتوراه. وبالنسبه للبكالوريوس نفس الحكايه، بيبقى مطلوب منه درجات معينه في الفتره الثانويه وامتحانات برضو زي سات او تويفل، وكمان يكون عنده بعض الخلفيه في ماده الرياضيات والفيزياء عشان تثبت ان هو يقدر ان شاء الله يكمل معانا في البرنامج. كيفيه التقديم، هو في موقع للجامعه بيقدم عليه وبيقدم كل الطلبات دي، واحنا في اللقاء التعريفي وضحنا للطلبه ازاي يقدموا على موقع الجامعه. وزي ما تفضلتوا الميعاد النهائي للتقديم بالنسبه للاهل في قطر والمقيمين هو يوم 15 مارس ان شاء الله. ان شاء الله. طيب دكتور، انت جبت سيره يعني الفرص البحثيه اثناء حديثك، لكن نتكلم بتفاصيل اكثر عن هذا الموضوع وحدثنا عن اهم الفرص البحثيه التي تقدمها كليه العلوم والهندسه وكيف تساهم في دفع عجله التنميه في دوله قطر. تمام. احنا كل الدكاتره عندنا بفضل الله اعضاء هيئه التدريس في جامعه قطر بيبقى عندهم مشاريع مموله مثلا من داخل دوله قطر زي مثلا صندوق القطر للبحث العلمي، والمشاريع دي بتبقى مموله هدفها الاساسي انه تكون في شراكه ما بين الجامعه وما بين مثلا هيئه من الهيئات الموجوده في الدوله او صناعه من الصناعات. فمثلا في قطاع فدايما كل عندنا المشاريع دي تبقى مموله. وفي كمان بنقدر الحمد لله دلوقتي جامعه حمد خليفه نجيب حتى مشاريع مموله خارجيا تكون برضو بتفيد دوله قطر. فالمشاريع دي تبقى مموله وبتبقى فيها اهداف واضحه جدا، والطالب على طول اول ما بيشارك في او يلتحق برساله الماجستير والدكتوراه بنشكو باحد هذه المشاريع، لان دي من دور جامعه حمد خليفه نتاكد ان الطلبه عندها انها تقدر تتعلم كويس وانها تقدر تواكب البحث العلمي، وان دي تبقى فرص ممتازه جدا احنا بنهيئ الطلبه انها تشتغل فيها وبنسقلهم من ناحيه مهاراتهم البحثيه، وان شاء الله يعني جاهزين جدا بعد كده للدخول في سوق العمل.
إن شاء الله. طيب دكتور محمد، يعني إن ذكرت الكثير من الشراكات المحلية أو الدولية، لكن نتكلم شوي بشكل مفصل عن أهم الشراكات المحلية والدولية القائمة معكم حاليا وما تأثيرها على الطلاب المنتسبين لكلية العلوم والهندسة. نعم، بالنسبة للشراكات المحلية الحمد لله إحنا عندنا شراكات مع يعني مع وزارة المواصلات، مع وزارة المواصلات في شراكة حاليا دائما شغالة مع وزارة الصحة، دائما بنقوم بعمل حتى دورات ما بينهم تنمية أو توعية لمواضيع بحثية كثيرة داخل دولة قطر. وكمان الحمد لله عندنا برضو شركات دولية مع مثلا شركات زي هواوي وسيمنز وشركة شل، ودي كلها شركات عالمية بتوفر فرص. أهم حاجة أنها بتوفر من ضمن أهمية هذه الشركات بتوفر فرص تدريب للطلبة عندنا، بحيث أن الطلبة ممكن يروح ياخد تدريب في الـ في الـ في الشركة دي، وبيقدر أن هو يتعرض فعلا لتجربة حقيقية مع من 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 خلال الصناعة. ممتاز ممتاز. دكتور محمد عبد الله، أستاذ مشارك في كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة، شكرا جزيلا لك على تواجدك اليوم معنا في برنامج مساء الدوحة. ألف شكر، ألف شكر، شكرا 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 شك